السلام عليكم، معاكم ميس نيلي سعيد. اول مره تشوف الفيديوز بتاعتي اشترك في القناه، فعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز اول باول، ولو عجبك الفيديو واستفدت منه اعمل لايك، اعمل شير عشان تفيد بيه الاخرين، وبفرح جدا بالكومنتس اللي بتسيبوها لي تحت الفيديو. النهارده ان شاء الله هناخد الستوري بتاعت كونكت بلس الجونيور 3، والستوري بعنوان فارس اند ذا فيش. فارس اند ذا فيش يعني فارس والسمكه، تمام؟ طيب اول حاجه هنا اعطيني الايه الكلمات المهمه اللي هي البيكتشر ديكشنري. فبيقول لي امبلانس، امبلانس اللي هي عربيه الاسعاف، امبلانس عربيه الاسعاف. كاست، كاست او كاست معناها الجبس او الجبيره، تمام؟ فبيقول لي ان امبلانس تيكس بيبل تو هوسبيتال، بتاخد الناس للمستشفى، انما الكاست او الكاست يو وير بتلبسها، الكاست بتلبس الكاست الجبيره if you او الجبس، if you break a bone لو كسرت عظم طبعا بعد الشر. fish tank اللي هو حوض السمك، بيقول لي people can keep fish in a fish tank، الناس بتحتفظ بيه في السمك. mask، a mask helps you see when، بيساعدك تشوف لما you are swimming underwater، لما بتعوم تحت الميه. ram، ram اللي هي how high is the ram، اللي هي البتاع دي اللي بيلعبوا عليها السكيت بورد، بيتزحلقوا عليها. سكيت بورد، سكيت بورد اللي هو لوح التزحلق. I can go really fast، اقدر اجري جدا، on my new skate board. وكلمة snorkel، snorkel اللي هو تبقى لابس الماسك ده وحاطط في بقك بتاع الخرطوم الطويل ده، وتعوم بس تعوم وشك لتحت على وش الميه، مش تغطس لتحت الميه، وتفضل تتنفس وتبص عادي كده وتتفرج. فبيقول لي يو كان بريذ، بريذ يعني تتنفس اندر ووتر تحت الميه وذ سنوركل، بالايه بالبتاع اللي هي اسمها سنوركل دي. تعال نشوف بقى ايه الفيلم بتاعنا ولا القصه بتاعتنا بتحكي عن ايه. ده اسمه فارس. بيقول لي فارس lived in Hurghada اللي هي الغردقة، Hurghada with his family مع عيلته. He loved swimming، كان بيحب العوم جدا. He went swimming، كان بيروح يعوم every day كل يوم. And trained بيتدرب in the pool في الايه في حمام السباحة for an hour لمدة ساعة. He wanted to be an athlete، كان عايز يبقى an athlete يعني رجل رياضي. And to win، ويفوز lots of competitions، competitions المسابقات كتير، تمام؟ فبيقول لي فارس and his family، فارس وعيلته lived كانوا عايشين close to the sports center، بالقرب من ايه السبورتس اللي هو المركز الرياضي. sometimes he walked، في بعض الاحيان كان بيمشي to the pool للايه الحمام السباحة with his mom or dad مع مامته او باباه. and sometimes واحيان اخرى he cycled، cycled يعني بيركب عجلة to the pool للايه لحمام السباحة. one day في يوم فارس got his bike، أخذ العجلة بتاعته out of the garage من الجراج so he could cycle عشان يركب العجلة to the sports center للمركز الرياضي. have you got your cycle helmet، هل أخذت الهلمت، هلمت اللي هي الخوذة، هلمت طبعا الكلمات اللي مكتوبة in bold دي حفظ. أخذت الهلمت الخوذة بتاعت العجلة، قال يا فارس. asked his mom، مامته سألته، قال لها yes mom، أيوة يا ماما of course، أكيد of course بالتأكيد. said فارس putting on his helmet، وهو بيلبس الهلمت بتاعته. see you soon، أراك قريبا. فارس cycled، ركب العجلة through، عبر the park، عبر الحديقة، مشى بها عبر الحديقة. it was a sunny morning، كان يوم مشمس. and he felt happy، وشعر بالسعادة. طبعا احنا ملاحظين ان الستوري مكتوبه in past simple، feel الماضي منها felt مكتوبه في الباست في الماضي يعني. in the park في الايه في الحديقه فارس saw his friends، شاف صحابه. they were on their skateboards، كانوا راكبين السكيتبوردز بتاعتهم، الواحد تزلق. be careful ادم، خد بالك يا ادم. said فارس why aren't you wearing a helmet، ليه مش لابس الخوذه، بصوا فارس مش لابس الخوذه. or knee pads، او knee pads، knee pads اللي هم دول البتاعتين بتوع الوقايه اللي بيلبسوها في رجليهم، وفي بتتلبس كمان في الايد للني للركبه. الكي دي سايلنت، قال له I don't need to، مش محتاج. said Adam
I am really good at skateboarding. أنا شاطر قوي في التزحلق. I haven't tried skateboarding before. فارس بيقول له أنا ما جربتش قبل كده السكيتبوردينج. It looks fun. شكلها ممتع. Do you want to try? آدم قال له تحب تجرب؟ قال له yes please. أكيد. ده فارس قال له أيوة من فضلك. فارس stood. بصوا فارس وقف فين؟ على الرامب. فارس stood وقف at the top of the ramp على قمة الايه؟ البتاع بتاعت التزحلق دي. How high is it؟ ارتفاعها قد ايه؟ آدم بيقول له I don't know. آدم بيقول له ما عرفش. هو سأل فارس بيسأل آدم فآدم قال له ما عرفش. It isn't very high. مش عالية قوي. It's easy. الموضوع سهل طبعا بالنسبة لآدم، هو متدرب عليها فبالنسبة له سهلة. المهم فارس stood وقف on the skateboard and pushed. وقف على الايه السكيتبورد. Pushed with his feet وراح زق برجله. He went quickly ونزل بسرعة جدا down the ramp بسرعة جدا في المنحنى ده. But he wasn't too fast. But he was كان سريع جدا. فارس slipped. كلمة slip slipped يعني تزحلق انزلق. And fell وراح واقع. بصوا شايفين ادي اخرة اللي يعمل نفسه فاهم حاجة هو مش فاهم. Are you okay? Ask Adam. بصوا آدم اتخض على صاحبه. أنت كويس؟ He was worried. كان إيه؟ الآن. No, said فارس. قال له لا أنا مش كويس. My leg hurts. رجلي بتوجعني. Can you move it? آدم بيقول له تعرف تحركها؟ No, I can't. لا مش عارف. بصوا بقى وعمال يعيط إزاي؟ شايفين الدموع والبرابير بقى وحالته صعبة. المهم. It might be broken. شكلها اتكسرت. آدم بيقول I'm going to call your mom and then I'm going to call an ambulance. أنا هتصل بمامتك وبعدين هتصل بالامبولانس بإيه؟ بعربية الإسعاف. Oh no, said فارس. I won't be able to swim. مش هعرف أعوم تاني. At hospital في المستشفى فارس had an x-ray. عمل إيه؟ إشاعة. X-ray. I'm sorry الدكتور بيقول له انا اسف your leg رجلك is broken مكسوره. Look at this. بص على ده شايفين يا حرام. فارس saw his bone on the photo. فارس شاف بون عظمته في الفوتو في الصوره. You will have to wear a cast. هتضطر تلبس جبس for about 6 weeks لمده 6 اسابيع يعني شهر ونص. Said the doctor. الدكتور قال له فارس was very sad. فارس كان حزين جدا. بصوا at home في البيت. طبعا هو قاعد زهقان بقى ومش عارف يتحرك من مكانه فدول اخواته. At home في البيت فارس lay down قاعد في السرير on his bed. He was angry كان غضبان جدا and sad وحزين and his leg hurt ورجله بتوجعه. Do you want to come and watch TV فارس؟ تحب تيجي تتفرج معنا على التلفزيون يا فارس؟ ده اخوه بيقول له. Asked his little brother وائل. وائل اخوه الصغير. قال له فارس no لا. طب do you want to borrow my comics؟ يا فارس تحب تاخد الكوميكس بتاعتي تستعيرها وتقراها؟ كوميكس يعني قصص مضحكة. Asked his sister داليا. داليا اخته الصغيرة قالت له. قال لها برضو no go away. go away يعني go away ابتعدوا. هو زعلان بقى ومقهور ان هو مش عارف يتحرك ومحبوس في البيت. Later بعدين that evening بالليل فارس apologized. كلمة apologized يعني اعتذر جاي من كلمة apology اعتذار. To his family لعيلته. I am sorry أنا آسف. I was rude. rude يعني وقح قليل الذوق يعني. He said I know you are trying to help me. أنا عارف أنتوا بتحاولوا تساعدوني. I am angry أنا غضبان and sad وحزين because علشان I had a stupid accident. stupid accident accident حادثة غبية. And now I can't swim ودلوقتي مش عارف أعوم. Don't worry ما تقلقش يا فارس. said mom we understand احنا فاهمينك. let's watch a movie together يلا بينا نتفرج على فيلم مع بعض. thank you said فارس قال لهم شكرا. طيب they watched a movie قعدوا اتفرجوا على ايه؟ على فيلم. and then the children went to bed وبعدين راحوا ناموا. but ولكن فارس mom مامة فارس and dad وبابا were worried كانوا قلقانين. فارس was usually happy and kind. فارس في العادي بيبقى happy مبسوط وkind ولطيف. I don't like seeing فارس so sad. مش حابة اشوف فارس او مش حابب اشوف فارس حزين كده. بابا اللي بيقول what can we do. طب مامته بتقوله طب نعمل ايه. he wants to swim هو عايز يعوم but he can't ودلوقتي مش هينفع عشان رجله مكسورة.
تعالوا نشوف بابا عمل ايه. The next day, تاني يوم, Dad and Dahlia went out. بابا وداليا خرجوا early, بدري. When they came back, لما رجعوا, they had lots of boxes. كان معهم صناديق كتير. شايفين صناديق؟ They took the boxes into the kitchen. أخذوا الboxes للkitchen. What are you doing? بتعملوا إيه؟ ماما بتسألهم. It's a surprise. Surprise يعني مفاجأة. Surprise مفاجأة. Later, وبعدين Dad went to see Faris. دخل يشوف فارس. Faris, look at this. بص على ده. He said he carried a large fish tank. كان شايل a large كبير fish tank. حوض سمك كبير. Into the room, ودخل بيه الأوضة. And put it on the table. حطه على الترابيزة. At the end of the bed, اللي في آخر السرير. Faris looked. قاعد يبص. He could see lots of beautiful fish. قاعد يتفرج على السمك كتير وشكله جميل. بيقول لي ايه بقى؟ They are beautiful. شكلهم جميل. He said thank you. شكرا. How many fish can you see؟ وائل بيقول له شايف كم سمكة؟ قال له I can see lots of fish. شايف سمك كتير. There are too many to count. دول كتير قوي عشان اعدهم. Count. I love them. انا عاجبني. Faris was happy. Faris كان ايه؟ مبسوط. نيجي هنا بيقول لي فارس enjoyed watching the fish. كان مبسوط جدا هو بيتفرج على الفيش. He learned the names of the different types of fish. وتعلم اسامي السمك المختلفة. He fed. Fed يعني اطعم. Them اطعمهم. And kept. الماضي من keep. Their water clean. وحافظ على ميتهم نظيفة. فارس was happy and he rested. كان مبسوط وبعدين استريح. Slowly. ببطء. His leg got better. اتحسنت رجله. Soon I will be able to swim. بسرعة حبقى كويس وأقدر أعوم. Like you. زيكم. يا سمك يعني. He said to the fish. After 2 months. بعد شهرين. Faris was better. Faris اتحسن. He didn't have to wear the cast. ما كانش مضطر يلبس الجبس. And he could walk and run. ودلوقتي يقدر يجري ويمشي. Let's go to the beach. يلا نروح الشاطئ. قال لمامته. The family bagged their things. حضروا حاجتهم. For a day at the beach. عشان يروحوا يقضوا يوم على الشاطئ. I want to swim in the sea. أنا حابب أعوم في البحر. سيد وائل. So do I. وأنا كمان. قال فارس. تعالوا نشوف اللي حصل. At the beach, في الشاطئ, Dad had another surprise. Dad gave معاه مفاجأة كمان. Put on this mask. Put on this mask. حط الماسك ده, الماسك ده. And snorkel. وانزل ايه؟ اغطس على ايه؟ على وش المي. Faris, he said, you can swim and breathe underwater. دلوقتي تقدر تعوم وكمان تتنفس تحت المية. Faris went into the sea. فارس نزل المية. And he looked under the water. وقعد يتفرج تحت المية. He could see lots of fish. شاف سمك كتير. It's so beautiful. كان شكله جميل. I want to swim like a fish. أنا حابب أعوم زي السمكة. He laughed. وقعد يضحك. إحنا كده قرينا whole story مع بعض. حابين الولاد يقروا. إحنا هنتعلم من الستوري دي حاجات كتير. بس إحنا اللي طالبينه من الولاد أولا إن هم يعرفوا يقروا الستوري لوحدهم. إحنا المفروض نقريهم. الستوري دي معمولة عشان الولد يتعلم يقرأ. يتكلم. Speak. تمام؟ متعلم يقرأ. فإحنا عايزين الأول نعلمه يقرأ وبعدين نحفظ بعض الكلمات اللي موجودة. هو أريد أعطيني هنا بعض الكلمات أهي لو عايزين تحفظوها لهم. عندنا أفعال كتير طبعا مش كلها هتتحفظ. الباست لسه ما أخدناش الirregular verbs إلا بس أخدنا كلمتين أو حاجة. فإحنا بس الأول نعلمه إزاي يقرأ. يقرأ صح. يبقى عارف هو بيقرأ إيه كلمة ومعناها. وبالنسبة للحفظ هنحفظ بعض الكلمات بس. وهتلاقوها مكتوبة برضو in bold. مكتوبة بلون غامق. تمام كده؟ احنا بكده نكون خلصنا الستوري بتاعت جونيور 3 لمنهج كونكت بلس. تمام. كان معاكم ميس نيلي سعيد. اتمنى ان اكون قدرت افيدكم او اساعدكم. لو اول مره تتابعني اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز اول باول. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك. اعمل شير عشان الكل يستفيد معاك. بفرح بالكومنتس اللي بتسيبوها لي تحت الفيديو. كان معاكم ميس نيلي. السلام عليكم ورحمه الله.